ان احنا سارقين اللحن بتاع حاجه مستخبيه. لا اللحن اصلا ده اللحن ده تركي اللي انا عرفته اصلا وهو اصلا مسروق. حذف اغنيه بنت الجيران من اليوتيوب بعد تصريحات حسن شاكوش مع الاعلامي عمرو اديب. تصدرت اغنيه بنت الجيران محركات البحث في جوجل بعد حذفها من اليوتيوب، وذلك بسبب تصريحات مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكايه عبر قناه ام بي سي مصر. رفض مطرب المهرجانات حسن شاكوش اتهامه بسرقه لحن اغنيه حاجه مستخبيه للفنان محمد حماقي واستخدامه في اغنيه بنت الجيران الشهيره. وقال حسن شاكوش خلال استضافته ببرنامج الحكايه مع الاعلامي عمرو اديب: حماقي عامل اغنيه اسمها حاجه مستخبيه، كان بقالها 5 سنين على اليوتيوب، عامله 16 مليون. واضاف قالوا احنا سارقين لحن حاجه مستخبيه، وحصلت مفاوضات خاصه بارباح موقع اليوتيوب بين شركتي وشركه النجم محمد حماقي، واتفقنا تتقسم اي ارباح على 3 شركات. اللي عرفته ان حاجه مستخبيه اللحن اصلا مسروق من لحن تركي. واعلن الملحن مدين حسف اغنيه بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال عبر صفحته على الفيسبوك، واضاف: شاكوش تعمد الإساءة لي ولكل صناع الأغنية، الشاعر محمد عاطف والموزع أحمد إبراهيم والفنان محمد حماقي، مع العلم أنه اعتذر لي بالفيديو اللي عمله هو وعمر كمال. وتدخل الفنان محمد حماقي للصفحة عنه: هو اللي خلاني ما أكملش في إجراءاتي القانونية، وقبلت ساعتها اعتذارهم والتمسنا عذر الجهل بقانون الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والملحن والناشر، بس المرة دي بعد تعمد اتهامي بالباطل والتدليس اني هاخد كل الاجراءات القانونية الرسمية ضده، ومش هسيب حقي الادبي والضرر اللي وقع عليا امام كل من يجهل بالمعلومة والمساس بسمعتي الفنية وتشويه صورتي كملحن اعماله تترجم للعالمية ومنهم تركيا. وعبر الملحن مدينة عن سعادته بقرار حجب المهرجان كاتبا: الخطوة الاولى اغنية بنت الجيران اتقفلت، ولسه شكرا لنجوم ريكوردز وشكرا لشركة اي ميديا. وصرح مدين ازالة فيديو كليب مهرجان صاحبي الكويس لمطرب المهرجانات حمو بيكا من اليوتيوب ايضا، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: الخطوة التانية مهرجان صاحبي الكويس كان برضو مسروق من اغنية فوق للفنان رامي جمال. واعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش للملحن محمد مدين والمطرب محمد حمائي عن ما فهم بالخطأ منه، وذلك في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، وأوضح أن كل ما حدث هو خطأ في المعلومات لدى مقدم البرنامج، وأنه لم يقصد التقليل أو الخطأ، وكل الوسط الفني إخواتي وأستاذ محمد حمائي ومدين إخواتي، موضحا أنه ليس من هواة المشاكل ولم يدخل في أي مشكلة فنية مع زميل. كما اعتذر عمر كمال لصناع أغنية حاجة مستخبية بعد التصريحات التي جاءت على لسان صديقه حسن شاكوش، وكتب عبر صفحته على موقع فيسبوك: كل الاحترام ليك وكل صناع العمل المحترم يا مدين، وانا تواصلت معاك كتير وبعتلك الفيديو فعلا، ودي اغنية ضافت لينا كتير جدا وكانت سبب كبير في انتشارنا، وانا بتأسف ولكم كل الاحترام. تعالوا معنا نشاهد الفيديو واعتذار حسن شاكوش لصناع عمل حاجة مستخبية. البرنامج بتاع امبارح بتاع الاستاذ الكبير طبعا الاستاذ عمرو اديب، كنت طالع اتكلم في نقطة ان اغنية بنت الجيران الاستاذ عمرو اديب كان بيقول ان اغنية بنت الجيران بتاعت الاستاذ محمد حمائي، فطبعا انا كنت بقول له يعني لا الاغنية بتاعتي انا، يعني اغنية بنت الجيران بتاعتي انا، يعني ماليش دعوة باغنية حمائي خالص. فكنت بنتكلم في اطار ان هو كان فكر بنت الجيران ان احنا اللي سارقينها، يعني هو كان الاستاذ عمرو مفكر ان احنا اللي واخدين بنت الجيران، انما احنا اصلا مش واخدين بنت الجيران، اغنيه بنت الجيران بتاعتي تمام. فانا كنت بوضح له الرؤيه ان اغنيه حاجه مستخبيه بتاعت الاستاذ حمائي هي اللي كانت، يعني اللي انا عرفته ان كان في ناس بتتكلم وفي بعض الاشخاص كده من الناس قالوا ان هي في لحن تركي، لحن مش عارفه ايه، لحن ايه. قعدنا فتره في الكلام دوت من ساعه بنت الجيران ما نزلت وهم والكلام يعني كتير يعني. فالمهم ما علينا، يعني انا طالع اتكلم ان انا مش قصدي اني اتكلم ان اغنيه حاجه مستخبيه ولا بنت الجيران ولا الكلام ده يا جماعه.
انا طالع اقول وجهة النظر اللي انا قصدي فيها، ان انا مش قصدي ان انا طبعا يعني اغلط في حق حد، لان انا من طبيعتي اللي انا ما بحبش اغلط في حد، والحمد لله كل الناس عارفة ان انا عمري في حياتي ولا غلطت في حد ولا جبت سيرة حد. انا في شغلي وفي حياتي انا ماليش دعوة باي حد يا جماعة في المجال ولا في الشغل، كلهم اصدقائي وكلهم اخواتي، وربنا يكرم كل الناس ويرزق كل الناس. فهي دي وجهة النظر اللي انا كنت بعرفها للاستاذ عمرو، ان اغنية بنت الجيران بتاعتي واغنية حاجة مستخبية بتاعت الاستاذ محمد حمائي، وطبعا اللي ملحنها له طبعا اخويا وحبيبي طبعا الاستاذ مديان، طبعا هو دوت الخلاف كله. وطبعا مديان احنا متكلمين مع بعض قبل كده كتير، ومديان طبعا من الملحنين الشاطرين جدا، وانا طبعا على المستوى الشخصي هو اخ ليا وانا بحبه، وربنا يكرم كل الجميع. انا هي دي النقطة يا جماعة ان اللي انا طالع اتكلم فيها. طبعا تحياتي لكل اسرة العمل طبعا بتوع حاجة مستخبية، اخواتي وحبايبي، وانا ما بحبش حد يا جماعة يزعل مني، ومديان اخويا وحبيبي طبعا، ولو في اي سوء تفاهم حصل انا بقول لكم ما تزعلوش، وكل خير ان شاء الله، وكل الناس ربنا يكرمها، واخويا وحبيبي احلى مديان حبيبي. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية أصل الثقافة ومعلومة، تابعونا.